احنا كنا متعبين هو تعبان وعايش الحياه الجميله الابديه اللي هي ما فيهاش اي تعب ولا فيها نتعب احنا شويه ونيجي على نفسنا شويه نرضى احنا راضيين الحمد لله احنا راضيين ده كمان مصطفى كان جميل يعني والله قوي قوي ما يبص يعني لا ما انا ظبطت معاه يجي يعمل لي كل واحد يخطب برايفت عشان اشجعه طالع من عنده عن العمر لكن لازم يجي لي من الداعيه قسما بالله انا اليوم ده بصرش مش اكتر يوم خايفين منه اكتر يوم بصرش منه ده احنا كان لكنه فرح مصر مش يوم جمعه صدق من الكلام الاجواء عامه بتاعت الحابة مضللة علينا ومطرة والناس عايز تمشي احنا كنا ناكل عليك في الفرح انا مش عارف انت تعرفه ولا لا اكتر من 30 شخص جوه في القبر مش اقسم بالله ما كنا عارفين نتنفس من كتر العدد والدعاء مصطفى حسني عين وحطينا الوضع الصحيح وقعد على قبله على ضغطه القبله ده كلنا قاعدين بندعي له 30 واحد مش عارفين نتنفس عشان نطلع يعني احنا كلنا بنقول يا بخت فهو يعني اي حد يتمنى يا ريت واحد يعني تمشي بقى اخلته ربع كمان عشان كده يا بخت